تنتيق في دير امكم تنتيق وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي مش مشكل. شنو ربحتي من غير جبتي الناس دعم مقود ونقدروا كاع نخرجوا من هذه الخدمه هذه كاع؟ انت شنو استفدتي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير بإذن الله. بتيك توك أخوتي دار خبلة في عباد الله، فمن يوم الجمعة الماضي انتشر واحد الفيديو بشكل كبير جدا واجتاح جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفيديو تتظهر فيه واحد الدركية اللي كتشطح على أنغام الراي في موقع التيك توك. وانتم عارفين أخوتي أن الجهاز الأمني التابع للدرك الملكي يخضع لنظام عسكري صارم جدا، ما كيناش تفلية وما كينش شي جدرمية اللي غادي تنشر الفيديوهات ديالها باللبسة وتلوحهم في التيك توك. هاد الشيء راه ما كينش في الجهاز الأمني التابع للدرك. اذا بسبب هذا الفيديو ديال الدركيه اللي هي برتبه رقيب فجابت الربحه ووقفوها من الخدمه ديالها حتى يساليو التحقيقات. فبالنسبه لي انا كنشوف انه الدرك الملكي كان ومازال في الفكر ولا في الدماغ ديال المغاربه ليه واحد الهيبه كبيره. صحيح اننا كاملين كنبغيو هذا الجهاز الامني ينفتح مع المواطنين ونتعرفوا عليه اكثر، ولكن هذا الانفتاح لا ينبغي ان يكون مميعا مثل ما وقع مؤخرا بظهور دركية في الفيديو ديال تيك توك وهي ترقص على انغام الموسيقى ديال الراي، لان من شأن ذلك ان يفقد هيبة الدرك الملكي ككل، على اعتبار ان هذا الجهاز خاضع كما قلت لكم لنظام عسكري صارم. انا بالنسبة لي اخوتي كنشوف ان هذا التيك توك هو البلاء بعينه ووجب اصدار قرار حظره من البلاد، بحالنا بحال مجموعة ديال الدول المتقدمة اللي حضرات تيك توك في البلاد لانها عارفة المخاطر ديالو. هذا التيك توك خرج على البشرية اخوتي، كتشوف شابات كيشطحوا فيه شبه عاريات، وكتشوف الرجال مع عيالاتهم كيشاركوا حياتهم الحميمية في التيك توك، او لك تشوف مرة مزوجة كتشطح في التيك توك. وهذا الشيء راه كامل من اجل الشهره ومن اجل الفلوس، يعني الناس ما بقاتش كتهمها لا الشرف ولا العرض، كل شيء على وديت الشهره والفلوس. المهم هاد بنت الناس هذه اللي ناضت وحطت لا فيديو ديالي انا وهامي بالتريك ومشات بارطاجاتها، اش غنقول لك اختي؟ انا ما عرفتش، انا بيرسونيلمون ما عرفتش شنو استفدتي ياك من غير انك جابت الناس دعم مقود، وما عرفتش شنو ربحتي، ما عرفتش شنو ربحتي وحق الرب. يعني انا تنتيق فيكم ياك، تنتيق في دير امكم تنتيق، وتنحط ستورياتي وتنقول غير صحاباتي برومو ديالي مش مشكل، وتتنوض وحده فيكم تدير بحال هكا. دابا شنو استفدتي؟ نبغيت غير نفهم شنو ربحتي من غير جبتي الناس دعم مقود ونقدروا كاع نخرجوا من هذه الخدمه هذه كاع؟ انت شنو استفدتي؟ ما فهمت وحق الرب ما فهمت. فاش واصلك هادشي باش انك كديريه؟ فاش واصلك؟ من جهه اخرى الدركيه اللي دارت فيديو في التيك توك كتشطح باللبسه ديال الدرك الملكي خرجت بواحد الفيديو وكتشرح فيه اش وقع ليها، ولكن بواحد الاسلوب اللي بان لي انا مستفز وفيه تخسر الهضره وبزاف، وكتقول انها تاقت في صحاباتها اللي طلعوا خداعات وضحكوا عليها وهما اللي هزوا هذاك الفيديو ديالها من ستوريات ديال الواتساب وسربوه في منصه التيك توك. انا بالنسبه لي جات تكحلها عماتها، راه هي الفيديو من الاول ما خصوش اصلا يتصور في الوقيته ديال السربيس وباللبسه، ومن جهه اخرى كتخسر الهضره في الفيديو وعاوتاني غيشوفوه ويسمعوه يعني الرؤساء ديالها ويسمعوا داك التخسر ديال الهضره ديالها، يعني جات تكحل ليها عماتها. هذا الاسلوب راه ماشي ديال وحده عندها منصب في جهاز الدرك وتتشهد على راسها انها تدير ستوريات في مواقع التواصل الاجتماعي وبقى فيها الحال حيت شراو ليها
منتف وبسبابه راه ممكن انهم يخرجوها من الخدمه. في اخر الفيديو غادي تعرفوا اخوتي شنو داروا معها مازال الرؤساء ديالها بخصوص هذا الفيديو. من جهه اعداء المغرب اخوتي متربسين لينا وكيتسناو الفرصه باش يخرجوا السموم ديالهم فينا، وهنا فين كتجلى الخطوره ديال هذا الفيديو ديال التيك توك اللي بانت فيه الجدرميه كتشطح. جريده الشروق الجزائريه استغلت الفرصة كما دائما وكتبات في واحد الجريدة فضائح العسكر المغربي، فيديو أثار ضجة في المغرب، دراكية مغربية تنشر فيديو على منصة التيك توك وهي ترقص على أنغام أغنية الشاب حسني، والدرك المغربي يسقط في فضيحة أخلاقية جديدة. إذا للأسف أخوتي أن بحال هاد الشي بحال هاد المشاكل كيعطيو فرصة لأعداء المغرب انهم يتشفاو فينا ويقولوا فينا كلام خايب. علاش اللي نعطيهم هاد الفرصه؟ اللي شاد شي خدمه واللي شاد شي سيرفيس يرد البال لراسو ويرد البال لخدمته، بركه من الاستهتار ولا مسؤوليه. خصوصا الجهاز الامني راه ما معاش الضحك وما معاش اللعبه اخوتي، وما كاينش التخربيق ديال تيك توك باش تشوف بوليسيه كتشطح في التيك توك. واش بقى لينا مازال؟ اليوم نشوفوا دراكيه، غدا نشوفوا معلمه، بعدو نشوفوا طبيبه. ايوا هذا هو الاستهتار اخوتي ولا مسؤوليه. اذا اللي ما باغيش يخدم يحيد يدور ميا ويخلي اللي باغي يخدم اخوتي، راه البطاله راه عطى الله الناس باغيين يخدموا. اذا نخليكم مع قراءه للاخبار اخوتي، وكما قلت لكم في اخر فيديو غادي نشوفوا شنو داروا معها هاد الدركيه بخصوص هذاك الفيديو ديالها. اذا الخبر كيقول انه التحقيق مع دركيه بسطات ظهرت في شريط فيديو نشر في الساعات الاولى يوم الجمعه الماضي على تطبيق التيك توك. اضطرت القياده الجهويه للدرك الملكي بمدينه سطات الى ايقاف دركيه برتبه رقيب ظهرت على شريط التواصل الاجتماعي تيك توك بالزي الرسمي في حركات مرافقه للموسيقى، وأيضا على مقربة من سيارة الخدمة. وأفادت المصادر أن القيادة الجهوية للدرك باشرت يوم الجمعة التحقيق مع الدرك المنتمية للمركز الترابي أولاد سعيد التابع لسرية سطات، مشيرة إلى أنها وجهت شريط الفيديو موضوع التحقيق عبر قرص مدمج إلى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط من أجل التحقق من المحتوى الرقمي للشريط والتأكد من صحته. ونشرت الدركية الشابة شريط فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك يتضمن وصلتين، إحداهما داخل مكان مغلق يرجح أنه مقر المركز الترابي، تتمايل فيه على وقع موسيقى الراي وهي بالزي الرسمي. كما تضمنت الوصلة الثانية استعراض ظهورها قرب سيارة تابعة لخدمة الدرك في إحدى الطرق العمومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية في النازلة قد تمتد إلى زميلة لها ظهرت معها على نفس الشريط داخل مقر المركز الترابي، إضافة إلى رئيسها في العمل، حيث يرتقب أن تتخذ قرارا مناسبا في الواقعة، مع الإشارة إلى أن الدرك الملكي يخضع لنظام عسكري صارم. إلى حين انتهاء التحقيق معها حول تورطها في اختلالات تتمثل في القيام بسلوكيات تسيء إلى صورة جهاز الدرك إثر ظهورها وهي تغني وترقص على تطبيق تيك توك. أوردت الصباح في عددها لنهاية الأسبوع الجاري إلى أنه تقرر إيداع الدركية التي تعمل بالمركز الترابي ولاد سعيد التابع لسرية سطات رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الشاوية لتعميق البحث معها حول واقعة تصوير مشاهد تمس بهيبة ووقار جهاز الدرك الملكي لتحديد ظروف تصويرها لمشاهد رقصها وغنائها وهي ترتدي الزي الرسمي أثناء ممارستها مهامها سواء في المكتب أو الطريق العام. وإثر التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن الدركية في الوقت الذي تفرض فيه صفتها وطبيعة عملها التقيد بواجب التحفظ والحفاظ على هيبة ووقار الجهاز الدركي في احترام تام للقانون وأخلاقيات المهنة. ونشرت الدركية صاحبة مقطع موقع تيك توك فيديو تشرح فيه حيثيات المقطع متهمة زميلاتها بتسريبه. إذا من بعد ما سالت التحقيقات مع الدركية غادي نشوفوا شنو داروا معها دابا الرؤساء ديالها، حيث كشفت مصادر مطلعة
في منطقة ولاد سعيد بإقليم سطات التي كانت قد ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، واللي تم الاستماع إليها نهار الجمعة من قبل المصالح الدركية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة سطات. رجعت البارح السبت في العشية تزاول المهام ديالها بشكل عادي بمركز درك ولاد سعيد، والمصادر كتضيف ان الجدرمية ما صدراتش في حقها حتى شي عقوبة ادارية بعد ما نبهوها الرؤساء ديالها بسرية سطات بان هذا الفعل ما تيتماشاش مع عرف الدرك الملكي. اذا كما سمعتوا اخوتي في هذا الخبر الاخير انه الدركيه ما تخدش في حقها حتى شي اجراءات تاديبيه ولا طردات ولا شي حاجه، وانما الرؤساء ديالها اكتفوا بانه جبدوا لها الودن وفهموها مزيان ان هاد الافعال هذه ما كتماشاش مع الاعراف ديال الدرك الملكي اللي كما قلت لكم في الاول انها تخضع لقوانين صارمه، قوانين اللي هي عسكرية صارمة، ما كاينش الضحك وما كاينش التفلية. اللي بغات تشطح على التيك توك ولا على الانستغرام تجلس في دارهم وتشطح الا بغات تشطح، وتلوح الفيديوهات في التيك توك وفي الانستغرام وفي اليوتيوب، لان هذا الجهاز راه خاضع لواحد النظام عسكري صارم، وان اي اختلالات فراهية كتمس او لا كتسيء بالهيبة والوقار ديال هذا الجهاز الامني اللي احنا كاملين كنحترموه. اذا اخوتي هذه القضية بالنسبة لنا احنا جميع ولهاد الدركية هي للعبرة، واحد القرصة اللي ما عمرها ما غتنساها. اول شيء ان اللي شاد شي بوست ولا اللي شاد شي خدمة ولا شي كرسي ينتبه للعمل ديالو ويخدم بضمير مهني، وبركة من التفلية ومن الضحك الباسل الا بغينا هاد البلاد نزيدو بها لقدام. وحاجة اخرى، راه هاد الزمان ما كاينش شي حاجة سميتها صاحبتي ولا صاحبي، كاين غير يا راسي يا راسي. اي واحد في الدنيا ما عمره ما يبغيك انك تكون حسن منه، اي واحد في الدنيا كيتسناك غير طيح باش يا اما يضحك عليك ولا باش يخرج عليك، كما وقع لها الدركية. يعني كتصور الفيديوهات وكتلوحهم في ستوريات ديال الواتساب، نادوا الزميلات ديالها ولا صحاباتها وهزوا داكشي ولاحوه في التيك توك باش يخرجوا عليها. وفعلا داكشي اللي وقع راه دوزات اكفى السيمانه في حياتها اختي، ولكن راه الرؤساء ديالها وخاكوك شافوا من جهتها وعرفوا بانه صحاباتها هما اللي خرجوا هادشي، يعني وداروا لها واحد القرصه وجبدوا لها شويه الودن باش ما عمرها ما تعاود شي اختلالات بحال هادي. هادشي ما كان بقضيه يعني دركيه تيك توك اختي والقضيه ديالتها. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، تهلاو ليا فراسكم بزاف، مع السلامه.